سيادتك اهلا وسهلا. ما تفضل. ارجو ان ما اكونش ازعجتك. لا خالص تفضل. شكرا شكرا يا باشا، اهلا بيك. انا كنت مستنيك والله يا باشا. خير يا فندم؟ خير طبعا. لا ابدا، عشان سوء التفاهم والقصه اللي حصلت بيننا دي. انا كنت اتمنى يا فندم ان ما يحصلش ده في اول مقابله بيننا ومن بعض، بس انا عصبي شويه، يعني ساعات ما اعرفش اتحكم في اعصابي. حصل خير يا سعد بيه. حضرتك اللي خبطتيني. هو اللي حطيتي عليكي؟ انت اللي ماشي واخده في وشك كده ولا كان في حد قدامك؟ جرايه يا بنت، هو انا مش قد المقام ولا مش عاجباكي؟ في ايه حضرتك؟ هقول لك انا بقى. على فكره يا شريف بيه، انا كل اصدقائي تقريبا معظمهم من عندكم، من الداخليه، لواءات ورتب كبيره. انا ما رضيتش اقول لهم على اللي حصل بينا، لاني بصراحه فكرت لقيت الموضوع ما يستاهلش كل اللي حصل. ايوه والله كده. انت رايح شريف بيه؟ انت رايح فين؟ انت سايبه نفسك بقى ولا حد ولا مش لاقي حد ينام؟ ايه حضرتك؟ ايه وقت في مشكله ولا ايه؟ ايه حرمان البيت فرد قلقها عليا ومش لاقي حد يلمها. يعني ايه؟ احنا اللي مالي. طبعا انت هتقولي كل حاجه مش كده؟ ولو محضرك جاهز اعتبرني مضيت عليه ساعتك. اتفضل يا ستي. اما صحيح يا راجل غبي، هو في حد بيأجر بلطجيه اليومين دول؟ ده موضوع بطل من زمان. هو اساسا الراجل ده متخلف، قبل كده اتخانق مع مدرب السباحه قال ايه عشان زعق لابنه، بس بصراحه لولا الناس اللي معاها كانت نور اتبهدلت. ايوه، ايه بقى موضوع الناس اللي معاها دول؟ دول حراسات خاصه. ايوه ما انا عرفت، بس ليه؟ لا بص، انا مش هينفع اقول لك اكتر من كده، اصل دول محلفين. وبعدين ده انت ممكن تفضح الدنيا وتنشر الموضوع في الجورنال اللي بتشتغل فيه، وبعدين ترجع تسالني عن قصه حياتي، وانا اللي يسالني عن قصه حياتي لازم يتجوزني. لا لا لا، جواز ايه؟ احنا هنتفق اتفاق، انا هتكلم ولو صح انت ما تعترضيش. نور بنت البشوات محددين اقامتها. ماشي، مترشحه لمنصب مهم؟ ايه وزيره يعني؟ مش في مصر. امال في ايه؟ منصب ايه يعني؟ حاجه كده في الامم المتحده، اليونسكو. بس صغيره على كلامها، بس برضه بره ما بيهتموش غير بالكفاءه. انا متشكر جدا يا شاهد، ما تخافيش ولا اكني قلت حاجه خالص. الجبان هرب بعد ما اخد مني. مش هتقدر تغمض عينيك.